أخوة الإيمان، إن صاحب الأقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم المعاد، وإن خير الزاد التقوى. والتقوى إخوة الإيمان هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهانا الله عنه، هذه هي التقوى. وبهذا يكون الإنسان من المتقين، وبهذا إخوة الإيمان يكون الإنسان من الآمنين في الآخرة. فإن من يثبت على التقوى إلى الممات الله يدخله الجنة من غير عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد. إخوة الإيمان، قليل منا من يسلم من المعاصي، لكن العاقل من يسرع للتوبة من معاصيه ويبادر إلى نيل المغفرة. خالقه وربنا عفو كريم غفور رحيم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول في حديث القدس: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. وانتهبوا جيدا يا إخوة الإيمان بما جاء في حديث القدس عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب المغفرة. فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو التوحيده تعالى، وأن لا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترف العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفر الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من حياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب، أو إدراك الغرق بحيث أيكن بالهلاك.